معسكر زي ما انت قلت بيختتم يعني بالتدريب ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الناس كلها كويسه والناس كلها ادت المعسكر بشكل جيد وبشكل كويس قوي. في عناصر افرزها الدوري العام الفتره اللي فاتت، كنا حابين ان هم يكونوا موجودين معانا في المعسكر عشان نتفرج عليهم عن قرب ونشوفهم عن قرب. وبالفعل ضم حوالي من 10 ل 12 لاعب جديد اول مره ينضم للمنتخب الاولمبي، بالاضافه للناس اللي موجوده، بالاضافه عشان طبعا الغيابات اللي عندنا نظرا للانضمام للمنتخب الاول. فكان مهم جدا ان احنا نتفرج عليهم، وحقهم ان هم يبقوا موجودين بعد ما تالقوا مع انديتهم في بطوله الدوري الممتاز الفتره اللي فاتت. هو طبعا احنا يعني احنا داخلين في الجد من بدري، بس ما فضلناش غير معسكر واحد، هو معسكر شهر 6 باذن الله، قبل بقى المعسكر بتاع البطوله او قبل ما نخش في اجواء البطوله باذن الله. ف خلاص ما فيش وقت في اي حاجه. المفترض المعسكر او الاجنده الدوليه اللي جايه هنلعب فيها مباريات وديه مع منتخبات متاهله هي كمان للاولمبياد، فان شاء الله باذن الله تكون استفاده قويه. لان احنا مطالب ان احنا على يوم 30/6 باذن الله نعلن القائمه، فان شاء الله باذن الله يعني يبقى معسكر ناجح. اتمنى بس من ربنا سبحانه وتعالى ان كل اللعيبه تشارك بشكل جيد مع انديتها، وربنا يبعد عن الاصابات بحيث ان احنا يعني نحافظ على حظوظنا باذن الله في حصد ميداليه لمصر، لان ده الهدف الاساسي بتاعنا وهدف بنطمح فيه وبنشتغل عليه بشكل كبير جدا. الجهاز الفني جهاز كله ميداليات، واحرز ميداليات لمصر بشكل كبير جدا، سواء ميداليات قاريه زي بطوله افريقيا كلاعبين وكمدربين، وسواء حتى على المستوى العالمي لما اخذنا ثالث العالم مع كابتن شوقي غريب، كان هو المدير الفني وانا محمد شوقي كنا احد اللاعبين او موجودين في القائمه. فبنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكرمنا في الاولمبياد بميداليه تشرف مصر باذن الله.